My name is Ramzi Haidamus. I am إلى قائمة أسماء اللبنانيين اللامعين عالمياً سيضاف اسم رمزي هيدموس، اللبناني الذي سيتربع على رأس الأعمال التكنولوجية في شركة نوكيا في العالم، لأنه وحسب بيان الشركة يتمتع بخلفية أكاديمية غنية، حيث اطلع هيدموس بدور محوري في اعتماد تكنولوجيا دولبي كمعيار رئيسي في جميع أنحاء العالم مثل دي في دي وبلوراي، وذلك حين عمل في دولبي لابراتوريز. وقد فاز هيدموس بجائزة إيمي عام 1999 للنهضة العلمية والتكنولوجية. في سجله المهني نجاحات كثيرة، فهو من كان وراء الصفقة التي حولت مسرح الكوداك الذي يستضيف حفل توزيع جوائز الأوسكار السنوي إلى مسرح دولبي. وبحسب ما قال الرئيس والمدير التنفيذي لشركة نوكيا، فإن هيدموس يملك مزيجا مثاليا من التكنولوجيا والدهاء، وهو خبير في قيادة الأعمال ويملك خبرة في الابتكار، وهو الشخص المناسب لرئاسة تقنيات نوكيا المتطورة. من جهته أعرب هيدموس عن تقديره لهذا المنصب وقال إن ذلك يشرفه وسيعمل جاهدا لإنجاح الشركة وتطويرها. في لبنان ولد رمزي هيدموس وانتقل في سن 17 إلى الولايات المتحدة، حيث أكمل درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في الهندسة الكهربائية في جامعة المحيط الهادئ، ومنها انطلق ليخط مسيرة نجاح عالمي جديدة يوقعها مبدع لبناني.